هل صار انه كنا قاعدين بامان الله فجاه لقينا صاروخ هان وصاروخ مدرسه ثانيه جنبها، مدرستين يعني مدرستين بحروا نازحين ومدنيين واطفال، يعني لنا ساعه قاعدين بنطلع اطفال قطع لحم. ايش الظلم هذا؟ لو وقتيش احنا بنضل هيك؟ لو وقتيش تعبنا بكفي والله بكفي. هذا بنك اهداف لليهود، هذا المركز مركز ايواء، يحتوي اطفال يحتوي نساء، اشلاء مخططه اشلاء مقطعه، حسبي الله. يا حاجه الله معاك، الله يخلي لي عمرك، خلاص يا اخوي الله.